السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة ميكرو طنجاوي. بيني وبينك موضوع اليوم، الا خرج لك قرش من التالي كيفاش غادي تتعامل معه؟ انا نشوف الاراء ديال الناس في الشاطئ الغندوري. يلا بحال انا بقرش عن صارتي عن جبل قرش بغارتي نسلم عليه شي سلام عيدان ان شاء الله العشيره. مش غنقول لك مع الحاولي غالي نقدر دي نعيد بها خي ابراهيم. وها قروش اللي عندنا هنايا برشيفه، بلا ما نقول لك راه قرش يهرب الخام، واش غيخرج هذا القرش هذا؟ تاع الغندور حنا ما كنباحوش فيه عاد قاش. وما لا دخل الله يا بابا تنقرطو. المهم يقدر نهضر مع شي هضره سعيده الا فهمني، راه يخليني ما فهمنيش غادي نضحي بشي صبيه على رجيل هايده ونقول له خليني نخرج. خي يونس بارك الله. الله يبارك فيك اخي ابراهيم، احسن دقه مراكشيه في العالم. الله يكبر بك اخويا ابراهيم، الله يرحمك. كاين شي عراسات؟ كلشي موجود الحمد لله. اه والله النشاط موجود الحمد لله. بيني وبينك واش اول صبحيره ولا ثاني صبحيره؟ والله الا اول صبحيره اخي ابراهيم. نبي حنان تبارك الله. صافي خي يونس، لا قلت لك كون سيكا صباحا وخرج لك قرش الخاوي، واش تتعامل معاه؟ واش غنقول لك اخي ابراهيم؟ صراحة هذا الله عن رجع كنجيني كثر مني. دابا بدا كيتسفسف عادي لا خرج الوقت. دابا قرش عن صارتي عن جبل قرش بغارتي نسلم عليه شي سلام عيدان ان شاء الله العشيرة. خي زكريا تبارك الله. الله يبارك فيك اخي ابراهيم، تبارك الله عليك. بيني وبينك شكون اللي جابكم اخي؟ وجابتنا الحرارة اخي ابراهيم. الله يا اخي ابراهيم شكون اللي عاد يجي؟ جاو مبرد مضخم. جاو هذاك مخير الحمد لله. دابا وقت تكون سيكا صباحا وشفتي شي حاجة في الماء ماشي بحال شت الحاجة ماشي هذيك. مثلا شي قرش الخام. شي قرش اخي ابراهيم، شحال نقول لك مع الحاولي غالي نقدر دي نعيد بها اخي ابراهيم. ولكن هو ما معاهش اللعب انت. وانا نقدر في هذه الساعة نلعب مع قرش وشوت قروش، راه لاعبين معاهم لاعبين معاهم اخي ابراهيم. يعني دايمين دايم دايمين دايمين هادي آه الهضره كصراف الطاجين ماشي هاد بصحه. الله يعطيك الصحه. كيفاش عاملين الماء؟ واعر ما كاين لا خلعه لا والو. باخر باخر الخاطر سلا نجيك من الاخر. واش كظن دابا القرش غيخرجنا في جياد مالاباط؟ اش غيخرج العشيره اخي؟ شوف هاد القروشه اللي عندنا هنا عاد يخرج هاد القرش. وهاد القروشه اللي عندنا هنايا برشيفه، بلا ما نقول لك راه قرش يهرب الخاوي، واش غيخرج هاد القرش هذا؟ واش غنقول لك؟ حنا جينا نبردو على ديك السخانه اللي طلعتنا في السوق الحولي، طلعنا في الصباح العشير، اش غنقول لك الخا؟ شي اللي ما عندوش شي 3000. المهم شوف الهضره اللي غنقول لك، اللي ما عندوش شي 3000 درهم بلا ما يطلع نص السوق، هذه هي الهضره اللي غنقول لك. شي حاجه بغير تسقى 3000 درهم ما كايناش الخا، والله العظيم. ساعه قلت عرفت شنو كاين؟ مالاباطا سوينا. مالاباطا نبردو العشير. قلبنا والسلام. قلنا حي ديك قرش اخوتي الا خرجكم، شهاده العشير اخي، شهاده الخا. الشهاده العشيره خرج لك قرش شهاده اخي، اش غنقول لك؟ مرحبا بكم معنا بعدا مجموعه الحايك، يدار معكم الحايك شي حاجه الافراح شي حاجه ابراهيم التغطيه. صافي شوف انتم عيد تزوجوا والدقه مراكشيه على حسابنا. على حسابنا اخي ابراهيم، على حساب ابراهيم سمعت. حق تبارك الله عليك صارت مضخمه. واش غنقول لك؟ عقدي الغرض استاذ الدري ديالنا عاوي كتنشط هنا. كيفاش عاملين المنضخ؟ والله العظيم مضخم قسما بالله. اي والله دابا اخي توافقتينا، شفتي القرش اللي داير في فيسبوك والعالم؟ ابراهيم اخي شوف ديك خانه بوبري، وانا واش غنقول لك؟ حنا المنطقه ديالنا الحمد لله دائما مزيانه، عمرها تدخل شي قرش ولا كذا، هذه دائما بحرين داخلين. والله لا دخل الله يا بابا تنقرطو. جينا عند اللجنه التحكيم دابا فهمت؟ دابا شنو يبان لك؟ دابا شنو يبان لك معاه؟ معايش مع الدراري كل واحد شنو يقال؟ اللي قال يشبروا، اللي قال ما دابا كل واحد شنو كيقول اخي؟ صح السعيره حتى شي واحد ما يمشي حاجه اخي. نسينا في النظر ديالك كيفاش غتعامل معاه؟ انا ما كذبش يا ريكا، والله ما نعرف كيفاش غنتعامل معاه. دابا عرفت شنو كاين؟ ضربوا لنا شي دقه بس سمعونا. يلا اخي احمد سمعنا اخا. وهذه ساعه ماركه في المدينه. برسوني مع هربر. خي هربر مرحبا الحبيب ديالي في الشاطئ. خي هربر لا قص لك كنتي كصبحر. ياه وخرجت لك الخاوه شي قرش ماشي والو. القرشينه قرشينه نوع من القروشه، واش داك كبير الصغير؟ حنا نقولوا بجوج بهم. بجوج بهم قول لي هو وبنو. هو وبنو واخا يقدر
موه كبير لعب مع بنو شي حاجه يتلاها كبير عاد نهرابيانا الحق الى عق كبير الى عق فيا ما شادي نقول لك المهم يقدر نهضر مع شي جوج هضره سعيده الا فهمني راه يخليني ما فهمنيش غادي نضحي بشي صبيه على رجيل هايده ونقول له خليني نخرج حتى حاجه دابا جي نقول لك دابا كتظن دابا قرش يقدر يخرجنا في مالاباطا شوف في الالوار قرش قرش ما يخرجش عندنا هنايا الخاوي لا خرج يخرجوا غير داك الصغار لحقاش حنا الساحل ديالنا ما كيعطيش هو باش يعيش هنا في الساحل ديالنا القرش فهمتي وإلا خرج شي واحد أولا جوج في المياه كاع مثلا كتكون غير كاين واحد كونتاك باش يخرج شي سبب ما هو هكا عادي ما يخرجش نورمال عادي ما عاديش يخرج لحقاش حنا ماشي من الجهه ديال ما كيتبع شي السلاله فين يعيش باش يجي لهنايا عنده بلايص اخرين حقي وإلا خرج تنقول لك تا هو خصو يعيش تا هو خصو ياكل شويه خصو هادي يجرب اللحيمه عاود الدباشار فهمتي إلا عجباتو نأيدو راه ما ياكل مع راسو والله إلا غير يجي غير يدي العامز يدي علينا هذا خي أنس أول تبحيرة أول تبحيرة أخي عاد كنت نبحر دابا حارسي وماشي بحالي ماشي بحالنا كنا جالسين قلنا نجيو نبحر وخاي في الغندور يعني شحال ما بحرنا في الغندور دابا أنس لا قلت لك كون سيكا تبحر وشفتي شي خيال ماشي هو هذاك وعندك يكون شي قرش ولا شي حاجه كيفاش غتحس؟ الصراحه كنت كنبحر كتجي لي في بالي خا واشني انا من ديك كيبقاو يطولوا كيقول لك اذا جاك شي قرش خرج هيدا خصك ما تخافش وقف له هادي طبعا اخويا اذا جاك شي قرش نعس دابا تسمى ما كنتي كتبحر حرج بالك ولا ما طاحش على بالك؟ خا وحق شعل من الساس المرخا واشني نعس يعني ما بجهدك ما سامي اخا عيك لك عيك لك اللهم عيك لك وتينا ما تاع ولكن ما كيقول لك كاينه بعض الطرق لما تحركتي شي ولا كذا يقدر ميأذيك شي السيد كيجي في حطي يا اخا واش حتى تجي زعما هيدا تجبو دالك وحاجه واحد يعني هاد الشهاده انا صافا قسوه فتيحه اخي الله يحفظك اش واش كظن يقدر يخرج هنايا بعدا واش غنقول لك هنا محال علاش حيت انا في مدينه كنقول زعما كيتراب بلبا انا مدينه لا زعما بحال يا بنادم هو كيخاف من هذا فهمتي كيخاف من هذا ولا هو في البحر ما يعرفناش هنا كاين انا حتى هاد الغندور حنا ما كنبحوش فيه عاد قاش السلام عليكم وعليكم السلام او ديري تبارك الله زين اخويا احسن تبحيره في العالم سبقتي طنجه كامل اخويا والله مين جات الفكره اول صبحيره جيتوا مع بعضياتكم شكون صاحب الفكره؟ مول الفكره غايب راه اجي نقول لك دابا سينا كتعوم يا وخرج لك قرش شراب الماء وقصدر يا قريبا ان شاء الله وجاوبك غايب ما عاد تعامل معاه حتى لعبه لا والو ما عندك كيفاش تعامل معاه اذا خرج لك ما عندك كيفاش تعامل معاه بلاتي بلاتي شي وركيبه اللي عنده ما يمل خو ديري تبارك الله عزك شي وزير شمن حومه كتكون؟ حومه تبارك الله قريب الحومه ديالي اجي نقول لك اول تبحيره اول تبحيره سينا جمعتي الدراري وهاوت دابا بيني وبينك الا خرج قرش كيفاش غتعامل معاه؟ راه بالماء وهاوت فندو حسن ما يجي لك قرش وعلاش هو كيقول لك لا عرفتي كيفاش تعمل معاه ما غادي يعمل معك والو زعما كيسمعك يعني ما يعفكش شرب الماء وهاوت نقى حسن بيني وبينك اخي مرات كنتي كتبحر ما عليك ما بيك وخرج لك قرش كيفاش غتعامل؟ أسلم راسي وعشا دينا باش انا محمد رسول الله والسلام هاي تشاهد ما عاد زدت تعمل حتى شي محاولة ما عندك ما بقاش من محاولة تعمل معاه يعني تنسينا ما عاد تعمل معاه حتى شي محاولة مرحبا بك مرحبا بك نعيدوا بها في عاود الحاولية اودي لا جا مرحبا بها حاولي غالي حاولي غالي نعيدوا بقرش حسن زهير بيني وبينك كون صيفة بحار وخرج عندك قرش كيفاش تتعامل معاه؟ ما عندك ما تتعامل مع الخاوة تشاهد كل امرك لله الخاوة عادت العمة ما عندك قد العمة الخاوة خرج عليك القرش خشيلة صح خشيلة عاد يبقى عندك ركابي باش خشيلة الخاوة ما تبقى عندك حتى شي حاجة صافي يا مرضي شاهد امرك لله وتسنى العطامي عاد خاي ابراهيم تسنى دورتي وكتسقسي الناس هاد مرة السؤال عليك إذا خرج لك القرش كيفاش غتعامل؟ بربي تنخشيلة الخاوة ما نزيدش عاد نفكر في شي حاجة ولا شوف صغير الخيال دابا خاشيلة ها كيفاش كانت الآراء ديال الناس في البحر ونتلاقاو في فيديو اليوم الجاي السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.